وده عنجولي بيمثل السودان في مهرجان الجونة، ومهرجان الجونة مهرجان كبير، اتولد كبير، وهو شرف لنا انه نشارك في مصر اساسا بالسينما، لانه مصر بالنسبه لنا مدرسه يعني كسودانيين. فالحمد لله انه قدرنا نقدم حاجه لقت استحسان نوعا ما. يعني الفيلم اول حاجه بتناول قضيه انسانيه مهمه جدا، او مجموعه قضايا في الحقيقه، ومعمول بحب ومعمول بمجهود كبير من الشباب، عشان كده حقق النجاح، وكان حلم بالنسبه لنا واشتغلوا عليه سنوات طويله، عشان كده نجح الحمد لله الى حد كبير يعني اذا سمينا ونجح. هي في موافق، هي في مشاهد تعتبر جريئه بالنسبه لنا في السودان، يعني في الحوار، في مشهد في غرفه النوم، في حاجات زي كده بالنسبه للشعب السوداني صعبه شويه، بس كانت مهمه جدا في العمل، عشان كده اديناها. اخذت مساحه من التفكير ومن المجهود وكده، الحمد لله انجزناه وغايت، والناس حضرته وحست بسعاده على ما اظن، يعني اغلب المشاهدين اللي حضروه ابدوا سعادتهم بالفيلم عموما. مساحه الحريه اللي جاتها السينما بعد الثوره اثرت تاثير كبير جدا، وادت مساحه للسينمائيين انهم ياخذوا راحتهم في انه يتناولوا القضايا ويشتغلوا نقدي في داخل المجتمع والسلطه وكده، ونقد ايجابي وسلبي، يعني يوضحوا نقاط القوه والضعف عند المجتمع. فدي الحقيقه اللي اسهمت في ظهور السينما السودانيه بوجهها المشرق الاخير. يعني في حاجه في مصر، بس الشركه قالت يعني ما نصرحش بالتفاصيل وكده، يعني مع بطل او مع نجم مصري. مسلسل ولا فيلم؟ مش ما فيش اكتر من كده. تشكر الله يكرمك، تسلمي يا راغي.